اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج المشهد. مشهد اليوم عن جوله وزير الخارجيه الامريكيه انتوني بلينكن لمنطقه الشرق الاوسط، والتي بداها من القاهره ثم انتقل الى القدس ومن بعدها رام الله. هذه الجوله التي كانت مقرره منذ فتره طويله جاءت الان لتتزامن مع تدهور الوضع الامني منذ بضعة أيام، وهو الأمر اللي انعكس بالطبع على محادثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع قادة الدول الثلاث في محاولة منه للتشديد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لعدم تصعيد الأوضاع مرة أخرى. سعدنا أن يكون معنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ أشرف عبد الغني، مدير تحرير صحيفة الجمهورية. أهلا بك أستاذ أشرف. أستاذ أشرف، قبل ما ندخل بشكل مفصل في هذا الحوار، معنا تقرير هنشاهده مع حضرتك والسادة المشاهدين ونعود لنبدأ هذا الحوار. وسط تصعيد إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة في الشرق الأوسط سعيا لاستخدام نفوذ الولايات المتحدة لمحاولة خفض حدة التوتر. وخلال زيارته إلى القدس، دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين ونزع فتيل التصعيد بعد أيام عدة من التصعيد الدامي. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد محادثتهما في القدس. وأشار بلينكن إلى أن أي شيء يحول دون حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل دعم الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس. كما التقى أنتوني بلينكن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية، وحث بلينكن الإسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة التوتر، مؤكدا النظر إلى عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة باعتبارها الطريق الوحيد للمضي قدما. وفي القاهرة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي حول التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أن تطورات الأحداث الأخيرة بالأراضي المحتلة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع، مؤكدا موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني. من جانبه أشار بلينكن إلى أن واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع نظيره الأمريكي تناولت العديد من الموضوعات والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، في مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وعادلة تقوم على حل الدولتين. رجعنا لكم تاني مشاهدينا، ورحب مجددا بضيفي في استوديو النيل للاخبار الاستاذ اشرف عبد الغني، مدير تحرير صحيفه الجمهوريه. استاذ اشرف، يعني جوله وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن في الشرق الاوسط تزامنت مع تدهور الوضع الامني في الاراضي المحتله. هذه هي الزياره الاولى في عام 2023 مع حكومه نتنياهو. يعني من وجهه نظر حضرتك توقيت هذه الزياره؟ أعتقد أن توقيت الزيارة مهم. الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها بتسعى بشكل حثيث لنزع فتيل الأزمة ومنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر من ذلك، لأن الأوضاع في حقيقة الحال على مدار الأسابيع الأخيرة شهدت تدهورا كبيرا وتدهورا متسارعا في حقيقة الحال، خاصة خلال الأيام الأخيرة من حوادث دهس ومن حوادث اغتيال واقتحامات إسرائيلية للعديد من المدن الفلسطينية، قرارات مستمرة من جانب حكومة نتنياهو في تهويد القدس، الاستيلاء على مزيد من الأراضي الضفة الغربية، اتخاذ تدابير شديدة القسوة ضد الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وعدد كبير من الأراضي المحتلة. في حقيقة الحال هذه الحكومة اليمينية المتطرفة منذ جاءت إلى سدة الحكم في تل أبيب، والأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ، سواء من خلال التصريحات سواء من خلال التحركات، اقتحام وزير أمن الداخلي للمسجد الأقصى، باحات المسجد الأقصى، كل هذه المسائل، التصريحات شديدة العدوانية التي أطلقها نتنياهو نفسه والعديد من وزرائه، تشكيل حتى الحكومة الإسرائيلية
لأول مرة على هذه الدرجة من اليمينية المتطرفة. كل هذه المسائل أعتقد أن هي قادت كرة الثلج للتدحرج بشكل سريع للغاية، حتى وصلنا إلى تقريبا شبه مواجهة مباشرة واقتراب من عودة انتفاضة فلسطينية جديدة أو تصعيد إسرائيلي بالحرب على قطاع غزة والعديد من المدن الفلسطينية. كل هذه المسائل أعتقد كانت واردة بشدة في أذهان الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تسعى من جانبها إلى نزع فتيل الأزمة، لأن المرحلة القادمة مرحلة شديدة الأهمية سواء على مستوى الإقليم وتغيراته المختلفة أو حتى بالنسبة للولايات المتحدة ومجمل التطورات الداخلية وإقدام الولايات المتحدة الأمريكية على انتخابات رئاسية قادمة. نعم، ولكن أستاذ أشرف، لماذا استهل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته من القاهرة؟ يعني هل هناك نية أمريكية كي تلعب مصر الدور الوسيط في أي مفاوضات محتملة من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ بالأمر الواقع وبالوقائع التاريخية وبكل معطيات الأزمة الفلسطينية، الدولة المصرية لها الأولوية الأولى ولها اليد العليا في هذه القضية. لطالما تدخلت الدولة المصرية في كل مراحلها، خاصة في ظل رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة السنوات الأخيرة، لطالما نزعت فتيل الأزمة التي على سبيل المثال قبل نحو عام اندلعت أزمة شديدة في قطاع غزة وكانت هنالك حرب شاملة، ولكن الدولة المصرية تدخلت بقوة وبجرأة واقتحمت هذه الأزمة ونزعت الفتيل. حتى كانت هنالك إشادات أمريكية من الرئيس الأمريكي ومن وزير الخارجية الأمريكي واتصالات هاتفية بين الطرفين إقرارا بهذا الدور المصري الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الملف المهم الذي تقوده الدولة المصرية في هذا الإطار، تنسيق كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية، تنسيق كبير مع القيادات العربية في الوطن العربي خاصة في الخليج. كل هذه المسائل أعتقد أن خيوط المسألة وخيوط القضية بالكامل هي في يد الدولة المصرية، وتلعب دورا شديد الإيجابية لنزع فتيل الأزمات، وأيضا بتدفع بشكل قوي جدا وصولا إلى العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، والعودة مرة أخرى إلى مسار سياسي يفضي إلى دولتين، إحداهما إسرائيلية والأخرى فلسطينية في القدس الشرقية. أستاذ أشرف، ولكن لو تحدثنا عن العلاقات الأمريكية الفلسطينية الإسرائيلية، ما الذي يجري فيها؟ في حقيقة الحال الحكومة الديمقراطية الموجودة في الأبيض حاليا هي ربما أخف وطأة من نظيرتها الجمهورية عندما تتعامل مع القضية الفلسطينية. في حقيقة الحال القضية الفلسطينية تضررت بشدة في خلال فترة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، كان هنالك نقل للسفارة الإسرائيلية إلى القدس، كان هنالك ضغوط شديدة على الرئيس محمود عباس أبو مازن، كانت هنالك تصعيد مستمر ووقوف على طول الخط إلى جانب الحكومة الإسرائيلية مهما كانت درجة تطرفها أو مهما كان تعاملها مع الأحداث المتعاقبة في ذلك الوقت، حتى أنها حاولت أن تضغط وبكل السبل على الحكومة الفلسطينية أو الرئاسة الفلسطينية للقبول بما لا يمكن القبول به من مفاوضات تفضي إلى مجرد سلام عبارة عن مصالح اقتصادية متبادلة دونما الإقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة. كل هذه المسائل كانت خلال فترة الحقبة الجمهورية في البيت الأبيض. الآن على أقل تقدير لم تختلف الأمور كثيرا، ولكن على الأقل من حيث الشكل ومن حيث التعامل مع القضية الفلسطينية، الحكومة الديمقراطية أشد وطأة وأشد استيعابا لملابسات هذه القضية. على أضعف الإيمان كما يقولون، الحكومة الإسرائيلية الحكومة الديمقراطية في البيت الأبيض تؤكد بشكل واضح وصريح للحكومة الإسرائيلية الآن على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكين بأن فكرة حل الدولتين مسألة ضرورية، وأن عدم قيام الدولة الفلسطينية هو مضر على المستوى البعيد أيضا بالحكومة الفلسطينية. أعتقد أنه في هذا السياق فنحن أمام تعاطي أمريكي على الأقل يحتفظ بالحد الأدنى من الموضوعية في التعامل مع القضية الفلسطينية. أستاذ أشرف، ولكن يعني هل تعتقد أن المسؤولين
الأمريكيين كما يبدو من جولة بلينكين في الشرق الأوسط أن هناك صيغة جديدة من أجل التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟ أعتقد أن ده حاصل بالفعل، أن هنالك محاولة لتهدئة الأوضاع بين في هذه المنطقة، خاصة أن المنطقة مقبلة على صراعات في حقيقة الحال في منتهى الخطورة. رأينا قبل يومين تدمير بعض المنشآت العسكرية الإيرانية بواسطة طائرات مسيرة، قيل في معظم وسائل الإعلام الدولية حتى العبرية منها أنها من جانب الحكومة الإسرائيلية. إسرائيل أيضا تحاول أن تشتري مجموعة جديدة من الطائرات المقاتلة F-15 من الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا لتوجيه ضربة لإيران تحاول أن تجهض من خلالها ببرنامجها النووي. المنطقة برمتها على صفيح ساكن من حيث ما يجري في سوريا، ما يجري في لبنان، ما يجري في العراق، التدخلات الموجودة في المنطقة، كل هذه المسائل أعتقد أن الحكومة أو الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بشكل كامل لعدم فتح أبواب جديدة لقضايا جديدة باشتعال الموقف في الداخل الفلسطيني، لأن الموقف لو اشتعل من جديد في فلسطين أو في الأراضي الفلسطينية ولم يستطع أحد أن يوقفه هذه المرة ستكون التداعيات خطيرة على كل الأطراف وكل العناصر وكل دول المنطقة، وأيضا سيؤثر بشكل كبير على النظام العالمي الذي يشهد بطبيعة الحال العديد من الأزمات الكبرى على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية. كل هذه المسائل لو زادت اشتعالا أعتقد أنها سيكون الخسارة لجميع الأطراف وفي المقدمة منهم الفلسطينيين أنفسهم. إذن ما الذي يستطيع أن يقدمه المسؤول الأمريكي لفلسطين من أجل ضمان وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بشكل مستفز، خاصة في ظل يعني وقف السلطة للتنسيق الأمني؟ مع الأسف الشديد الولايات المتحدة أمامها مسارين للتعامل مع هذه الأزمة. المسار الأول هو مسار التهدئة، المسار الثاني هو محاولة إحياء عملية السلام مرة أخرى. مع الأسف الشديد خلال الفترات أو السنوات الماضية لطالما عمدت الولايات المتحدة الأمريكية مع كل أزمة تندلع في الأراضي الفلسطينية إلى محاولة تهدئة الأوضاع ونزع فتيل الأزمة مقابل تقديم مجموعة من الوعود للسلطة الفلسطينية ب معونات ما، مساعدات ما، وعود بإنهاء الخلافات الجذرية الموجودة في هذا الملف، ولكنها في حقيقة الحال تتوقف أمام هذه النقطة، مع أن المفترض أن هذه المنطقة ربما تكون، وهذا هو الأجدى لجميع الأطراف، أن تكون مرحلة تحول للجلوس مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات والبحث عن حل سلمي للأزمة الفلسطينية من خلال إقامة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وتكون الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. نعم أستاذ أشرف، اسمح لنا معنا عبر الهاتف دكتور أكرم حسام خبير الأمن الإقليمي. دكتور أكرم مساء الخير. مساء الخير. دكتور أكرم، يعني نتحدث عن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط والتي بدأها من القاهرة ثم إلى القدس ومن بعدها رام الله، كيف تابعت هذه الجولة؟ طبعا تتم الجولة يعني جاءت حركة للغاية بما تشهده المنطقة بشكل عام، بعض التطورات المهمة، لكن التطور الأهم والأكبر كان الملف الفلسطيني الذي شهد خلال الأسبوع الماضي تصاعد كبير على مستوى التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بس بمصلحة مين وعقبوا عملية ردا على مصلحة صورة أو أخرى وعودة التوتر مرة أخرى للملف الفلسطيني الإسرائيلي وحشد من التدهور نحو نبيل العنف وتفكيك المثل للمسلمين والإسرائيليين، العودة إلى مرحلة الحرب كما حدث في الصراعات. لذلك كانت أهمية هذه الزيارة وأهمية اختيار المسلمين المعنية أيضا في الزيارة والحوارات دلالة كبيرة. أنا في شخصي اختيار بلينكين في القاهرة
خطة أولى كان لها أمضية كبيرة ودلالة كبيرة وإشارة كبيرة تؤكد على الاعتراف الأمريكي الواضح بقدرة مصر على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في هذا الملف الحساس. ومن ثم ذهب بعدها بلينكن إلى أطراف الصراع المباشرين في رام الله وفي تل أبيب للنقاش حول رؤية كل طرف لهذه الأزمة. لكن لا شك أن الزيارة أيضا حملت أبعاد على المستوى الثنائي سواء مع الطرف الفلسطيني أو الطرف الإسرائيلي أو الطرف المصري أو كذلك فيما يتعلق بالمستوى الإقليمي كملفات أخرى يعني يحملها معه أنتوني بلينكن وتم مناقشتها مع مصر مع القيادة المصرية تحديدا وكذلك مع الطرف الإسرائيلي الملف الإيراني الملف الليبي الملف السوداني ملف سد النهضة كما تم الكشف عن بعض الأحداث. إذن هي زيارة مهمة للغاية ونتائجها حتى الآن يبدو أنها باتجاهها إلى تحقيق بعض النتائج الملموسة في ظل تحركات متوقعة من مصر خلال الفترة القادمة لاستعادة الهدوء مرة أخرى. ولكن أنتوني بلينكن حض طرفي النزاع سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين على اتخاذ خطوات عاجلة من أجل خفض التصعيد وإعادة الهدوء مرة أخرى، وهناك دوامة من أعمال العنف حتى الجهود الدولية لم تنجح في تهدئتها. زيارة بلينكن هذه المرة يعني أخذت منعطفا مختلفا خاصة مع تدهور الأوضاع بشكل مفاجئ في الأيام القليلة الماضية، يعني إلى أي مدى تتوقع نجاح هذه الزيارة في ظل الظروف التي تحيط هذه الزيارة؟ طبعا التحديات أمام أهداف هذه الزيارة إذا ما اقتصرناها فقط على الملف الفلسطيني والزيارة كانت أبعد من هذا الملف. صحيح أن الملف الفلسطيني كان هو العنوان الرئيسي لهذه الزيارة والملف الذي استحوذ على معظم الوقت ومعظم الاهتمام، لكن كانت هناك ملفات أخرى. لا، إذا أردنا أن نستشرف مستقبل فرص وتحديات زيارة بلينكن باتجاه هذا الملف، أنا في تقديري الشخصي أن التحديات أمام فرص التهدئة تعتبر أكبر من الفرص المتاحة في ظل كثير من المؤشرات. فعلى الأرض الجانب الفلسطيني وصل لمستوى كبير من الإحباط، وهناك تراجع كبير في مستوى الثقة في جدية الالتزام الأمريكي بتقديم مقاربات حقيقية قابلة للتنفيذ وليست فقط مجرد وعود تكتيكية يمكن من خلالها العودة أو مشاريع وهمية أو مشاريع غير قابلة للتطبيق أو مشاريع سياسية تخاطب الداخل الأمريكي أكبر من كونها تخاطب الفلسطينيين ومصلحتهم الأساسية. على سبيل المثال للحاصر، هناك قناعات في الداخل الفلسطيني الآن تتحدث عن أن حل الدولتين الذي تتحدث عنه الإدارة الأمريكية ولا يتحدث عنه المجتمع الدولي بشكل عام لم يعد عمليا قابل للتطبيق على الأرض بسبب أن الجانب الأمريكي لا يزال غير قادر على منع الإسرائيليين من تنفيذ سياسات الاستيطان والتوسع بشكل كبير في الضفة الغربية وتقطيع أوصال الجغرافية الفلسطينية بشكل أساسي، وبالتالي هذا الحل لن يعد قابلا للتطبيق على الأرض. ولذلك هناك خشية كبيرة من مزيد من الإحباط في الشارع الفلسطيني والذي قد ينتج عنه مخاطر أمنية تدركها إسرائيل وتدركها واشنطن تتعلق بظاهرة الذئاب المنفردة أو الهجمات المنفردة من بعض الأطراف تجاه يعني إسرائيل بشكل أساسي. لذلك التحديات كبيرة والفرص متاحة تكمن فقط في قوة مصر قدرتها والرهان على قدرة مصر على ضبط القطاع إلى ما كانت عليه مرة أخرى والشروع في إجراءات عاجلة للتهدئة مع إطلاق مشروعات يعني برعاية وبدعم إقليمي بالأساس. نعم دكتور أكرم حسام خبير الأمن الإقليمي، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ أشرف تعقيب حضرتك على كلام دكتور حسام.
طبعا كلام مهم وبيؤكد بما لا يدع مجالا للشك على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي الدور المصري الكبير الذي تلعبه في حلحلة هذه الأزمة سياسيا وإعادة الاستقرار مرة أخرى والعودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. النقطة الثانية أن الدور الأمريكي يشهد تراجعا كبيرا على مستوى الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ويشهد تراجعا كبيرا في قدراته على الضغط على تل أبيب من أجل القبول بالشرعية الدولية والمواثيق الدولية التي تقر بأحقية الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. النقطة الثالثة هو أن السبب الرئيسي لتصاعد الأحداث خلال الفترة الأخيرة هو تلك الحكومة اليمنية المتطرفة التي اتخذت على مدار الأسابيع القليلة الماضية منذ أن جاءت إلى سدة الحكم في تل أبيب، وهي تقوم بكل ما لم تقم به جميع الحكومات السابقة على مستوى العدوانية على مستوى القرارات. هي أولا اتخذت كل يوم تقريبا تتخذ قرارا جديدا بمستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية. نعم. هي كل يوم تقر قوانين ضد المصالح الفلسطينية وضد الفلسطينيين، بالرغم أنها تواجه مشكلات كبيرة في الداخل. ولكن تحفظي الكبير على فكرة الذئاب المنفردة أننا لسنا أمام الذئاب المنفردة، مصطلح يتم استخدامه بشكل كبير مع الجماعات الإرهابية التي يوجد لها ذئابا منفردة تنفذ عمليات هنا أو هناك. نعم. ولكن العمليات التي تجري من الداخل الفلسطيني هي عمليات حق مشروع للفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم والدفاع عن أرضهم ضد الاحتلال الغاشم. نعم. الذي لطالما يقتحم الأراضي الفلسطينية ويرتكب المجازر في جنين وفي نابلس وفي العديد من المدن والقرى الفلسطينية، فنحن أمام حق مشروع في الدفاع عن النفس للفلسطينيين، وهذه مسألة مفروغ منها تماما. هل تعتقد أنه من الوارد أن يعود التنسيق من السلطة الفلسطينية مع حكومة متطرفة، خاصة للتنسيق الأمني مع حكومة متطرفة كحكومة نتنياهو؟ هذا هو مطلب رئيسي ودي أعتقد من المتناقضات الحكومة الفلسطينية. إن هي بتعمد بشكل أساسي لإضعاف سلطة محمود عباس أبو مازن باتخاذ العديد من القرارات العدوانية وضد الفلسطينيين بشكل كبير، وفي نفس الوقت تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على السلطة الفلسطينية من أجل العودة مرة أخرى إلى التنسيق الأمني الذي قررت الرئاسة الفلسطينية قطعه في إطار العدوان الكبير الذي شنته الحكومة الإسرائيلية خلال الفترات السابقة. إذن نحن أمام ازدواجية، هي تطالب بتنسيق أمني ولكنها تتخذ كل التدابير وكل الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية وتضعف من موقف الرئيس محمود عباس أبو مازن أمام شعبه من جهة وأمام الفصائل الفلسطينية المختلفة من جهة أخرى. وهذه ازدواجية في حقة حال أنا أستغربها بشدة من الجانب الإسرائيلي. طيب لو تحدثنا عن الدور الأمريكي ودور واشنطن، إذا لم تضغط واشنطن بشكل كافي على حكومة نتنياهو اليمنية، هل نتوقع أن يكون هناك انفلات أمني في الفترة القادمة؟ من الصعب السيطرة عليه. أعتقد أن دي هتكون النتيجة المنطقية والمتوقعة إذا استمر هذا الانفلات في التعامل مع القضية الفلسطينية. في حقيقة الحال الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من منطقة الشرق الأوسط واتجاهها إلى منطقة المحيطين بشكل سريع وغير منظم وغير مدروس، بالإضافة إلى إهمالها الكبير للعديد من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أعتقد أن الخاسر الأكبر في هذه المسألة بالطبع هي القضية الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ستكون خاسرة على المستوى البعيد. وكل ملابسات الفترات الماضية من التي جاءت على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت للولايات المتحدة الأمريكية أن هذا الملف ملف الشرق الأوسط لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تخلي يداها منه، ولا بد أن تكون هنالك ضغوط إيجابية من أجل، لأن في حقيقة الحال إذا نظرنا على مدار السنوات العشر الأخيرة سنجد أن القضية الفلسطينية هي أكبر الخاسرين من تداعيات الخريف العربي، وإذا نظرنا أيضا إلى السنوات العشر الأخيرة سنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تطلق عنان الحكومات الفلسطينية الإسرائيلية المتعاقبة للإجهاد على ما تبقى من أراضي وكنتونات فلسطينية يتم توقيع أوصالها بشكل غير طبيعي بالاستيطان الإسرائيلي المتزايد والمتشعب. وهذه مسألة
غير طبيعيه وغير مسبوقه ويتم ويجرمها القانون الدولي وميثاق الامم المتحده، لطالما كنا فيها في مثل هذه المسائل نشهد ادانات وشجب وتحركات على مستوى الامم المتحده وعلى مستوى الرباعيه الدوليه وعلى مستوى الاتحاد الاوروبي، كل هذا يجري الان دونما تحركات حقيقيه من هذه الاطراف الفاعله على المستوى الدولي، على العالم المجمع في مقدم منه الولايات المتحده الامريكيه والامم المتحده والرباعيه الدوليه والقوى الاوروبيه المختلفه العوده مره اخرى الى الاهتمام بهذه القضيه، لان هذه القضيه اذا جاز التعبير فهي لب الصراع في منطقه الشرق الاوسط، ولن يكون هدوء في هذه المنطقه باي شكل من الاشكال الا اذا عادت الحقوق الفلسطينيه مره اخرى الى اصحابها. هل هناك شكوك في قدره الولايات المتحده الامريكيه على تهدئه الاوضاع بين الطرفين؟ في مسالتين في النقطه دي، هل هي راغبه ولا هي غير قادره؟ ده سؤال في حقيقه الحال المحيط. هي بالطبع قادره على الضغط على اسرائيل، ولكن لضغطها حدود، لان في حقيقه الحال اسرائيل تسيطر بشكل ملتوي على صناعه القرار في البيت الابيض من خلال اللوبيز الموجود في واشنطن، من خلال قدرتها الاعلاميه الموجوده هناك في معظم وسائل الاعلام، من خلال التحالفات الاستراتيجيه التاريخيه العميقه بين الولايات المتحده واسرائيل في كل القضايا التي مرت بالمنطقه. ولكن هل هي قادره، هل هي ستقف الولايات المتحده في كل الاحوال مكتوفه الايدي امام الرغبات الجامحه لحكومه اسرائيليه متطرفه؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي ان يتم توجيهه للبيت الابيض. اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه بامكانها ان تقوم بالحد الادنى المطلوب دوليا بالضغط على اسرائيل حتى تحقق حد ادنى من العداله في هذه القضيه المنسيه خلال السنوات الاخيره. ولكن هل لا يزال حل الدولتين امر مطروح امريكيا وواقعيا في ظل الاوضاع الراهنه وتدهور الاوضاع اللي بنشوفها؟ قطعا ما زال مطروحا ومطروحا بشده، حتى في التصريح الاخير الذي اطلقه انتوني بلينكن في لقائه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اكد بشكل واضح ان حل الدولتين هو الحل الاضمن لاسرائيل نفسها على المدى البعيد، وفي كل التصريحات الامريكيه الصادره بشان القضيه الفلسطينيه لطالما تؤكد على ضروره اقامه دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها القدس الشرقيه. هذه مساله اعتقد من ثوابت القضية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي قائد فلسطيني أو مجموعة فصائل فلسطينية أن يرضوا بأي اتفاق سياسي ما دونما أن تكون هنالك نص واضح واتجاه واضح للنحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هذه مسألة غير قابلة للنقاش وغير قابلة للتفاهم. أستاذ أشرف، يعني هناك عدة مطالب بتسعى السلطة الفلسطينية لتنفيذها من خلال هذه الزيارة، منها محاولة بناء ثقة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مع التحذير من قضية أموال الضرائب اللي بتسعى إسرائيل لعدم توصيلها للسلطة الفلسطينية. هل حضرتك تتفق مع ذلك؟ صحيح، يعني مع كل حدث او مع كل تصعيد يجري على الارض الفلسطينيه حتى لو كان تصعيدا مشروعا من جانب الفصائل الفلسطينيه او من خلال الرئاسه الفلسطينيه يقابله تعنتا كبيرا من جانب الحكومه الاسرائيليه، من ضمنها احتجاز جانب كبير ان لم يكن كل الضرائب المستحقه للفلسطينيين كحق مشروع لهم يتم حجزها في الحسابات الاسرائيليه دون امداد الحكومه السلطه الفلسطينيه بها. أيضا تقوم بتغيير كبير في القوانين لصالح تهويد العديد من المناطق في الضفة الغربية، أيضا تقوم بإجراءات عقابية ضد جميع الشهداء الفلسطينيين الذين يقومون بعمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منازل، تهجير للأهالي، تنكيل بالمعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين يزداد عددهم يوما بعد آخر. كل هذه الإجراءات أعتقد أن هي بتصب في اتجاه معاكس لكل الرغبات الإقليمية نحو إعادة استقرار إلى هذه القضية الحيوية والمصيرية للوطن العربي أجمع وليس فقط للفلسطينيين. قبل أن يتوجه أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية في هذه الجولة إلى رام الله، التقى بوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يواف جلانت اللي أشاد بدوره بالتعاون العسكري التعاون الأمريكي الإسرائيلي، وشكر الوزير الأمريكي على دعمه الثابت للتفوق العسكري النوعي لإسرائيل وحقها في إن هي تدافع عن نفسها. كيف ستؤثر هذه التطمينات الأمريكية على مسار
العملية السلمية في الشرق الأوسط وفي المنطقة بأكمله. أعتقد أن اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع الإسرائيلي غير مرتبطة إلى حد كبير بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وإنما هي مرتبطة بملف آخر ربما يكون الآن أكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ملف النووي الإيراني. على مدار الفترة الأخيرة وفلسطين، حضرتك ذكرت في البداية أن إسرائيل بتحاول شراء طائرات من أجل صحيح، وهنالك تنسيق رفيع المستوى مع الولايات المتحدة، وربما حصلت بالفعل إسرائيل على ضوء أخضر نحو الاستعداد لشن ربما ضربة وقائية للداخل الإيراني. على مدار الفترات الماضية لطالما كانت هنالك ضربات صاروخية وضربات وهجمات بالطيران الحربي على مجموعة من المعسكرات الإيرانية الموجودة في سوريا، وأيضا هنالك هجمات على بعض المناطق الموجودة في المناطق الإيرانية الموجودة في العراق، أيضا هنالك تصعيد كبير نحو اغتيالات وتسريب للملف النووي الإيراني، وهنالك قضايا كبيرة مثارة في هذا الشأن. ولكن هل العالم الآن هو على اعتاب حرب جديدة يكون طرفها الأول إسرائيل مدعومة بالولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية لإجهاض هذا الحلم النووي الإيراني؟ هذا هو السؤال الصعب الذي يتم تداوله الآن في مراكز البحث الدولية وتبحث عن إجابة مستفيضة. هل إسرائيل هي بالفعل عازمة على الإقدام على هذه الخطوة ضرب منشآت نووية إيرانية؟ كل المؤشرات ربما تشير إلى هذه المسألة، ولكن هل من جانبها الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح بخروج النزاع في منطقة الشرق الأوسط عن السيطرة بحرب نووية أو حرب عسكرية شاملة بين إيران من جهة وإسرائيل من جهة أخرى؟ نعم. ربما تدخل أطرافا أخرى في مثل هذه الحرب. هذه مسألة شديدة الخطورة وشديدة الكارثية إذا حدثت بالفعل، وتهدد بشكل غير مسبوق الاستقرار الهش الموجود في منطقة الشرق الأوسط. هذه مسألة وهذا سؤال مطروح بقوة. نعم. وربما يكون اللقاء الأخير بين أنتوني بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي في هذا الإطار وليس متعلقا بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية. إذن ماذا تتوقع إذا حدث يعني السيناريو القادم لو حدث ما تقول؟ السيناريو القادم إذا حدث، أعتقد أن هذه المنطقة ستتحول من كرة لهب إلى بركان سائر غير قابل للسيطرة من أي من القوى الدولية. هذا البركان السائر أطرافه الإقليمية عديدة ومتعددة، لأنها تدخل فيها سوريا، تدخل فيها العراق، تدخل فيها اليمن، ربما يتم جرجرة المملكة العربية السعودية والإمارات بفعل العلاقات المتوترة ما بين الدولتين وما بين إيران. ربما تذهب إيران إلى ضرب العديد من المصالح الأمريكية والإسرائيلية. نعم. في المنطقة كل هذا يجرجر المنطقة إلى بركان صاخب. أعتقد أن نيران قد تلتهم الكثير والكثير من الاستقرار في هذه المنطقة المرتبكة بطبيعة الحال. نعم. إحنا في نهاية جولتنا في هذا المشهد نشكر حضرتك الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير صحيفة الجمهورية، حضرتك شرفتنا على شاشة النيل الأخضر. شكرا جدا حضرتك. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة اليوم من برنامج المشهد. غدا مشهد جديد، إلى اللقاء.